زيادة الأجور المرتقبة كيف لا يلتهمها التضخم. يبدأ جمال هذه الزاوية بالقول: على الرغم من أن زيادة الرواتب والأجور في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في السودان لا تمثل حلا مثاليا، لكن الفارق الكبير بين الأجور المالية المتدنية وتكاليف المعيشة العالية يجعل زيادة الرواتب والأجور خيارا لا بد منه وخطوة واجبة وضرورية لتقليل وتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار الأخير على الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص. ويضيف الكاتب: جميع أصحاب الأعمال الحرة بكل مستويات دخلهم يعيشون وضعا أفضل نسبيا من حال معظم الموظفين الحكوميين أصحاب الأجور الشهرية الثابتة، لأنهم يمتلكون ميزة القدرة على جعل دخلهم مواكبا لحد ما للزيادات شبه اليومية التي تطرأ على تكاليف المعيشة. وهذا السبب في تفكير كثير من الموظفين العاملين بالدولة إلى ترك الوظيفة والتقديم إلى إجازات مفتوحة وطويلة غير مدفوعة الأجر. ويواصل الكاتب في هذه الزاوية: لا مفر من تطبيق زيادة مجزية في الأجور والرواتب، بات ينتظرها الجميع وينتظرون وعود الدولة ومخرجات لجنة الأجور وتقديرها للزيادة الحتمية التي ستقرها الميزانية الجديدة ويعلن عنها في الأيام القادمة. ويدعو الكاتب إلى إقرار الزيادة، يجب أن يقابله اتخاذ خطوات متزامنة مع السيطرة على السوق، إذ لا يجوز النظر إلى زيادة الأجور من زاوية واحدة هي زيادة الأجر النقدي الذي يتقاضاه الموظف، بل استصحاب قيمة هذا الأجر وهذه الزيادة في السوق حين تكون هناك فوضى تسمح للسوق برفع الأسعار بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الرواتب، فيكون الأجر الحقيقي أقل من قيمته قبل الزيادة. ويختم جمال هذه الزاوية بالقول: من الجيد عدم الاستعجال واستيفاء دراسة قرار زيادة الأجور بصورة دقيقة واتخاذ خطوات تمنع إفساد النتيجة وتمنع التهام تضخم السوق للزيادات المنتظرة.